من جنس العمل، وكما تدين سودان زين العابدين عرف بأنه ينفي خصومه من الصالحين والعلماء والساسة الأحرار، فختم الله له بالنفي. ومبارك عرف بأنه يهين خصومه بالسجن، فختم الله له بأن أهانه بالسجن. وعلي عرف بأنه يغدر ويلف كالثعلب على خصومه ويمكر بهم فيقتل ويكسر ويحرق، فختم الله له بالغدر. علي كان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فغدر به من لا يرقب به إلا ولا ذمة. علي كان يباغت الناس حتى بعد الصلوات كما صنع في جمعة الكرامة، فختم الله له بمن باغته